جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: إذا أخر الإنسان الحج والعمرة إلى سنوات متأخرة من عمره، هل عليه شيء في ذلك فضيلة الشيخ؟ عليه الحج، عليه المبادرة بالحج ولو في آخر عمره، ويأثم على تأخيره من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة بالحج والعمرة قبل أن يعرض للإنسان ما يعرض. وأيضا الأصل في الأوامر أنها على الفور، الحج على الفور إذا توفرت شروطه وإمكانياته، فإنه يؤدى على الفور ولا يؤخر، فلو أخره فإنه يبقى في ذمته، لا بد من أدائه. نعم.